رسميا ايضا برج العرب يستضيف مباراه سموحه والاهلي بكاس الرابطه. اعلنت رابطه الانديه المصريه المحترفه استضافه استاد برج العرب لقاء فريقي سموحه والاهلي غدا بدلا من استاد الاسكندريه ضمن مباريات الجوله الرابعه من بطوله كاس رابطه الانديه، وذلك بسبب سوء الاحوال الجويه التي تشهدها مدينه اسكندريه. انا مش عايز اعلق على الخبر ده عشان انا لو علقت هيبقى تعليقي قاسي شويه، لانه ايه الفرق ما بين اسكندريه وبرج العرب؟ ده 10 دقائق ربع ساعه بالعربيه يعني، ماشي.